ومن الجانب الساقط من الأراغون وهم أعوان المسيح الدجال، وهم أولا سلالة إلهيم الساقطة والتي يعتبر هو إله بني إسرائيل، وتضم معظم الساقطين وتحالفهم مع بعضهم البعض وقتالهم أيضا مع بعض. ومنهم شمس بلعال وشمس السوداء، وهي تضم أيضا جماعات لوسيفر الذكاء الاصطناعي. فتخيل الكم الهائل من التحالفات التي تريد أن تسيطر على الأكوان. وبما أننا نحمل الكود الجيني داخل دمنا في قدرتنا على حكم وإرساء السلام في مصفوفة الكون التي نعيش عليها، فالسبيل الوحيد هو الاستيلاء على دمنا الملكي. دعونا نتطلع على شمس البلعال، مجموعة الأنوناكي الساقطة. أولا تحوت أو توث وإنكي، عالم الجينات للقرود، الإنسان الهوموسيبيان، يسمى الإنسان لوكاس، وهذا أيضا كان له جانب في الدخول في عهد الزمرد للتنشيط وإعادة الدم النقي لهم ثم مجموعات إنليل وسيروس. ثانيا تحالف مردوخ نيكروميتون وإنليل أوديكرون مع النبرو. ثالثا عائلة مايكل نيفيليم الهجينة، أجساد مايكل المستنسخة من هجين الأنوناكي من أوريون وسيريوس وأندروميدا. رابعا جاهو فيان أنوناكي صاحب فكرة صلب الإنسان وصلب شبكة الأرض. إنكي هو إله السائل المنوي الذي نصب نفسه، والعقلية التي تم الكشف عنها لاستمالة العصر الجديد تدور حول الانتكاسات التي تصد السلوك الأخلاقي المطلوب في المواءمة مع هيروس جاموس والحفاظ على التوازن المناسب لمبدأ الجنس. الدافع المزروع في العقل المفترس هو ممارسة الجنس مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص أو النساء لتطوير وتعزيز المواقف المتعددة الزوجات من أجل نشر البذور. على الرغم من حزن هذا الوهم، فمن الواضح أنه يهدف إلى نشر برنامج البؤس وتدمير الاتحاد الهيروغامي الحقيقي، أو إمكانية دمج مبدأ الجنس، وهو أمر ضروري لتحقيق الصعود الروحي. يعود الجدول الزمني لحدث الزنا التاريخي إلى قيام تحوت بأخذ إناث الأرض كمربيات إلى نبرو، ويعلن إنكي نفسه إله بشر الأرض لأنه كان يقوم بتعديل النسل وراثيا باستخدام الحمض النووي الخاص به، نتيجة لمخطط الاتجار بالبشر لمجموعة إنكي وأوريون. حصل تحوت على ألواح الزمرد وبدأ برنامج العبادة الخاص به. إن برنامج عبادة الأديان الكاذبة والآلهة الكاذبة هي أساليب للتحكم في العقل تستخدم لحصد الطاقة من البشر الأرضيين، علاوة على ذلك إقصاء البشر كعبيد خاضعين لهم يقومون بمعالجة أحمالهم الكارمية والاستجابة لأهوائهم لتنفيذ أوامر. تثبيت برنامج إنكي على المشارك الذكر الراغب والذي تم استغلاله دون قصد من انتهاكات السلطة السابقة طوال حياته، والذي يعاني منه العديد من الذكور على المسار الروحي من ضعف الشخصية عندما يعرض عليهم المال والشهرة، الحالة والقدرة على ممارسة الجنس بسهولة مع حريمك الشخصي. بينما ينخرطون بشكل أكبر في برنامج إنكي لبناء جيش إنكي، يتم التحكم في عقلهم ويرتبطون بشخصية إنكي الإلهية من أجل توليد ملكية أو مركبة بوابة مظلمة عندما يرغب هذا الكيان في العمل على سطح الأرض. لذلك هنالك العديد من مرشحي إنكي، جميعهم يتصرفون مثل إنكي في برنامج عبادته،
معتقدين أنهم الوحيد المختار وهو الإله الأعلى الذي أرسل إلى الأرض لإنقاذ البشر الوضعين من وجودهم البائس. إنهم يميلون إلى استخدام جميع الكلمات والموضوعات الرئيسية لابتلاع حبة نعمة العصر الجديد من أجل التأكد من أن أتباعهم الساذجين يعتقدون أنهم سيقادون إلى عالم مصنوع مثل الجنة، في حين أنه مصمم بالفعل لمتعتهم الشخصية، بينما يفرضون عبودية وعي الآخرين في هذا المستوى. فإن الشخص الذي تم تجنيد ليلعب دور إنكي يلعب دورا في نموذج المعلم الروحي، ويتوقع أن يبتهج أتباعه من البشر لأنه تم اختياره لهذا الشرف ليخدمه في كل ما يريد أن يظهر في هذا العالم باستخدام موارد الطاقة الخاصة بهم. إنه يعتقد أنه إله خالق لا يقهر، لذلك الجميع تحت يتم تنزيل هذه العقلية المتفوقة إلى الذكر الأرضي المستعد، والذي قد يدرك في البداية أنه لا يستطيع قول ذلك بصوت عال للجمهور، ولكن بمرور الوقت يصبح أكثر راحة في التباهي به عندما يبدأ حقا في تصديق هذه الرواية الوهمية. التفوق والخصوصية عادة ما تكون مرتبطة بعضوه الذكري، هو وحده القادر على إنقاذ العالم بقواه الخاصة، أو أن وظيفته الشخصية هي العالم وتلقيح نسله في العديد من الإناث التي يجب عليه خدمتها لخلق جنس بشري محسن.